ازيكم يا برايمري وان، هاو ار يو؟ اي هوب يو ار فاين، ميس يو سو ماتش. توداي وي ار تيك ا نيو لسن، ا نيو يونت ان كونكت بوك. اور يونت از توكينج اباوت ات ذا ماركت. يعني ايه ات ذا ماركت؟ ات ذا ماركت يعني في السوق. طيب احنا في السوق ده ممكن نلاقي ايه؟ ممكن نشوف في السوق ابل، بانانا، اورنج، مانجو، غوافا، ديت، ووتر ميلون، فج. وممكن نشوف كمان الكاروت، ايج بلانت، كيوكمبر. طيب الحاجات دي كلها اللي احنا شفناها بنشوفها في الماركت، وحاجات طبعا اكتر وغيرها كتير. طيب الحاجات دي كلها بنشتريها بايه؟ بنشتريها بالفلوس. يعني ايه فلوس؟ يعني ماني. طيب الماني ده لما باجي ادفعه بدفعه ايه؟ بدفع حاجه اسمها باوند. هناخد طبعا جميع انواع الباوند دلوقتي مع بعض، بس واحده واحده. طيب دلوقتي انا وقفت في الماركت وابتديت اتكلم اهو. المان he's talking with his with the man. ابتدى يسأله عن اسعار الحاجة. لما احب اسأل عن اسعار الحاجة بقول ايه؟ لما بسأل عن سعر حاجة واحدة بس بقول how much is. حاجة واحدة بس مش حاجات كتير. يعني مثلا انا قدامي دلوقتي ووتر ميلون اللي هي البطيخة، عايزة ابتدي اسأل عن سعرها، هقول ايه؟ هقول how much is the watermelon، واحط طبعا الكويستشن مارك، مش هنساه عشان ده كويستشن، ده سؤال. طيب دلوقتي انا عايزه اجاوب، انا سالته دلوقتي بكام الواترميلون ده، بكام البطيخه دي، عايزه بقى اجاوب عليه. الواترميلون ده هاخدها كده زي ما هي وهجيبها في الاول. طب الواترميلون ده حاجه بتفكر ولا مش بتفكر؟ لا مش بتفكر، يبقى هخليها ايه؟ هخليها ات، لان هي حاجه واحده. وقلنا قبل كده ان it بيجي وراها على طول is، يبقى هقول it is 15 pounds. يبقى الووتر ميلون دي بكام؟ it is 15 pounds. طيب ناخد question تاني. لما يجي يقول لي how much is a mango، how much is a mango، بكام المانجا دي؟ يبقى هجيب المانجو دي في الاول. المانجو دي قلنا حاجة بتفكر ولا ما بتفكرش؟ ما بتفكرش، يبقى هجيبها في الاول واخليها it. it is 5 pounds. It is 5 pounds. يبقى بستخدم how much يا primary one. How much is لما تكون حاجة واحدة بس. Not more. مش أكتر من واحدة. طيب دلوقتي بقى عايزين نعرف لما بسأل على حاجات كتير بقول إيه؟ بقول how much are. بقول how much are. زي مثلا how much are these، واحنا قلنا ان these قبل كده بقولها لما بكون على بشاور على حاجه قريبه مني بس عددها كتير. طيب how much are these؟ عايزه اجاوب، هاخد these دي وزي ما قلنا في الاول بجيبها في الاول واحولها لكلمه they، وthey قلنا بتاخد are، يبقى they are 11 pounds. they are 11 pounds. تمام. طيب how much are the banana؟ how much are the banana؟ يعني البنانة دي انا هاخد كمية، عايز اعرف بكام. يبقى هاخد كلمة بنانة وهحولها لذي لان هي كتير. عرفت منين ان هي كتير؟ عشان هي فيها كلمة الكويستشن بتاعي في كلمة are. يبقى they are 10 pounds. they are 10 pounds. طيب يلا ناخد exercise عشان نتأكد ان احنا فهمنا اللي احنا خدناه. بيقول لي هنا اول question how much is a guava؟ how much is a guava؟ يعني بكام الجوافة دي؟ هجاوب it is 15 pounds ولا they are 15 pounds. طيب انا هعرف ازاي دلوقتي؟ هو بيقول لي how much is معنى كده ان الجملة دي singular، حاجة واحدة بس، يبقى هو بيسأل على جوافة واحدة بس، يبقى طبعا هختار it is 15 pounds. برافو عليكم. طيب how much are the figs؟ وعندي s وعندي r، يبقى هو قصده حاجات كتير، يبقى هختار طبعا they are 10 pounds لان هما كتير. طيب
دلوقتي عندنا حاجة اسمها syllables. ايه syllables دي؟ ايه 1 syllables 2 syllables 3 syllables؟ معناها ايه؟ 1 syllable يا primary 1 معناها الكلمة بنطقها مرة واحدة على مقطع واحد، زي كلمة مثلا فج، ما باخدش نفس في النص وانا بقول الكلمة، لا بنطقها على بعض. فج، big، date، short. شايفيني بنطق الكلمة ازاي؟ بنطقها مرة واحدة. طيب ايه تو سيلابز؟ زي كلمة apple، apple. بصوا بقطع الكلمة في النص، زي كلمة carrot، carrot. زي كلمة eggplant، eggplant. بقطع الكلمة وانا بنطقها على مرتين، يعني انا بنطق الكلمة على مرتين. طيب يعني ايه 3 syllables؟ في كلمة بنطقها على 3 مرات، زي كلمة بانانا، زي كلمة cucumber. بانانا cucumber، بنطق الكلمتين دول، كل واحدة في الكلمتين دول بنطقهم على 3 مراحل، 3 مراحل او 3 مقاطع. يبقى المقطع اسمه ايه؟ اسمه syllables. طيب عندنا كام مقطع للكلمة؟ ممكن تبقى 1 syllable 2 syllables 3 syllables. طيب عندنا في البوك بتاعنا في page 69، يلا نحلها عشان نفهم احنا فهمنا syllables ولا لا. اول واحدة عندنا كلمة apple، apple. انا بقول الكلمة دي على كام مرة؟ على مرتين، يبقى هوصلها لكلمة 2 syllables. طيب كلمة carrot، carrot، بنطقها على مرتين، يبقى هوصلها برضو بتو syllables. طيب كلمة fig، بنطقها على مرة واحدة، يبقى one syllable. طيب كلمة banana، بنطقها على 3 مرات، three times، يبقى هوصلها بthree syllable. طيب عندي كلمة eggplant، بنطقها على مرتين، يبقى two syllable. عندي كلمة date، مرة واحدة، يبقى one syllable. طيب cucumber، three syllable. برافو عليكم جدا يا primary. طيب عندنا طبعا number 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. طيب عايز اعرف ايه الفرق ما بين البلس والماينس والايكوال. بلس ماينس ايكوال. البلس دي يعني انا بزود على الحاجه، بزود على الارقام اللي عندي. طيب الماينس باكل من الرقم الكبير اللي عندي وبنقص منه. equal يبقى equal، الناتج بتاعي هيبقى equal. طيب ناخد example مثلا، عندي 2 plus 10 equal كام؟ انا عندي اهو number 2 plus 10. طب انا عندي 2 هنا، هعمل هنا 2 balls تحت ال 2، وبعد كده هعمل عندي number 10، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، عندي 10. 11 12، يبقى الناتج بتاعي هيبقى equal 12. عديت البولز كلها اللي عندي وكتبتها. طيب عندي 3 plus 2 equal كام؟ ادي 3، ادي 1 2 3 كده 4 5، يبقى equal 5. يبقى لما اجي مثلا معايا فلوس، معايا 3 pounds plus 2 pounds، يبقى معايا كام pounds؟ 3 4 5، يبقى معايا 5 pounds. يبقى ده البلس، يبقى البلس بزود على اللي معايا. نكمل، عندي الماينس. الماينس يبقى معنى كلمة ماينس عكس البلس. البلس احنا قلنا ان احنا البلس احنا قلنا ان احنا بنزود. طيب الماينس انا بنقص، باكل من الحاجة اللي معايا. طيب عندي 10 ماينس 5، ادي 10 بولز، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ماينس 5 يبقى بشيل من ال 10 بتوعي دول 5، 1 2 3 4 5، هيتبقى كام؟ هيتبقى 1 2 3 4 5، هيتبقى 5. ممكن اعملها بالطريقه دي، ممكن اعملهم على ايديا، اعمل 10 fingers واشيل منهم 5، هيتبقى لي برده نفس النمبر اللي هو 5. طيب عندي 20 minus 10، هيبقى كام؟ يبقى هاكل من ال 20 دول 10. طيب ادي 1 2 3 4 5 6 7 8
هشيل من ال 20 دول 10 ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هيتبقى كام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى الريزلت بتاعتي او النتيجه بتاعتي 10 يبقى في الماينس باكل من من الرقم الكبير بتاعي لكن في البلس بزود على الرقم بتاعي. نكمل عندنا دلوقتي مثلا بيج 71 عندنا هنا exercise معمول 5 apples plus 6 apples equal كام؟ هنبتدي نعد ال apples ادي 5 بعد كده 6 7 8 9 10 11 يبقى عندي 11 apples. طيب عندي 10 banana plus 4 banana equal كام؟ ادي 10 بعد ال 10 11 12 13 14 يبقى الريزلت بتاعي equal 14 هكتب هنا 14. طيب عندي 7 lemon وبعد كده 11 plus 11 lemon ادي الرقم البيج فين اللي هو ال 11. طيب بعد ال 11 12 13 14 15 16 17 18 يبقى هكتب هنا 18 lemon. طيب ادي انواع الباوندز اللي عندنا هنا. عندنا حاجه اسمها 1 pound اللي هو 1 pound اللي هو الجنيه, 5 pounds اللي هو الخمسة جنيه, 10 pounds. طيب يلا نكمل نتعرف على انواع الموني. عندنا 1 pound, 5 pounds, 10 pounds, 20 pounds. ليه حطيت هنا S؟ عشان دول اكتر من 1. لما قلت 1 pound ما حطيتش S لان هي حاجة واحدة بس, لكن ال 5 ده فيها كذا 1 pound, فيها 5 1 pound يبقى اسمها 5 pounds, 10 pounds, 20 pounds. الباوندز في البلس والماينس هما بزود على الفلوس اللي معايا كتير. يعني لو معايا 20 pounds مثلا ومعايا 10 pounds هبتدي اعد بعد ال 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. معي 20 pounds plus 10 pounds equal 30 pounds. زي ده مثلا هنا 1 pound plus 1 pound plus 1 pound plus 1 pound plus 1 pound equal 1, 2, 3, 4, 5 equal 5 pounds. 5 pounds and 5 pounds equal 10. 10 pounds and 10 pounds equal 20 pounds. 10 pounds plus 10 pounds minus 5 pounds هاكل من التن بتاعتي دي 5 equal 5 pounds. 20 pounds minus 10 pounds equal 10 لان انا اكلت من 20 دول 10 هيديني 10. هنا طبعا زي ما احنا شايفين بويز واقفين, البوي بيسأل التاني بيقول له how much are the figs. الفيجز احنا قلنا اللي هو التين, بيسألوا how much are the figs, وبيسأل على figs كتير لان عندي are وعندي في الفيج في s. بيقول له they are 5 pounds يبقى هما بي 5 pounds. دلوقتي انا عايز اطلب حاجة من حد, عايز اطلب مثلا فلوس من حد, عايز اطلب من حد ان هو يديني حاجة, هقول له ايه؟ لازم اطلبها لما اجي اطلب حاجه اقول can I have some, والحاجه اللي انا بطلبها ولازم اقول كلمه please. please يعني من فضلك, يعني ممكن اخد الحاجه اللي انا عايزها دي من فضلك. زي مثلا can I have some figs please, يعني ممكن اخد حبه تين لو سمحت. can I have some dates please, يعني ممكن اخد حبة من البلح ده من فضلك. زي هنا مكتوبة عندي can I have some figs please, بعد كده that's 13 pounds please, يعني هي بتقول له الفيجز ده 13 pounds please. بعد كده بيقول لها 10 pounds plus 3 pounds is 13 pounds. وبكده نكون خلصنا يونت يونت 15 في كونكت بلس, وربنا معاكم ان شاء الله وجود لك. باي باي.